اختارت مجلة تايم الأمريكية في تصنيفها السنوي مدينة القاهرة لتكون ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية في العالم لهذا العام. ووضعت المجلة القاهرة في تصنيفها بسبب بناء المتحف المصري الكبير الذي ينتظر افتتاحه قريبا، بالإضافة إلى إقامة ممشى أهل مصر على كورنيش النيل، وعدد من فنادق الضيافة رفيعة المستوى وفقا للمجلة. يأتي ذلك الاختيار بعد أيام من موجة انتقادات للسياحة في مصر على موقع ريديت، وهو من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ شارك آلاف الأشخاص تجربتهم الصعبة في زيارة مصر، واشتكى العديد منهم من التحرش وعدم نظافة الأماكن الأثرية والتعامل غير المهني مع السائحين على حد قولهم. وكان قطاع السياحة المصري قد تأثر سلبا بسبب جائحة كورونا، لكن البلاد شهدت في الشهور الماضية عودة السياح إلى بعض المقاصد الشهيرة مثل منطقة البحر الأحمر، خاصة بعد قرار موسكو استئناف الرحلات الروسية إلى مصر مؤخرا. القاهرة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة استثنائية في العالم هذا العام. مجلة التايم الأمريكية في تصنيفها السنوي أعلنت هذا الاختيار. الترشيحات جاءت من مراسلي المجلة في جميع أنحاء العالم. التصنيف شمل عددا من مدن العالم مثل برلين، أثينا، مدريد وأيضا مدينة كان بفرنسا. المتحف المصري الكبير وبعض المنشآت السياحية والمرافق الخدمية الجديدة عوامل وضعت القاهرة ضمن هذا التصنيف العالمي وفقا للمجلة. في السياق ذاته يعتقد بعض المهتمين بالقطاع السياحي في مصر أن التصنيف فرصة كبيرة للترويج للسياحة الثقافية عالميا. أخبار السياحة في مصر تحتمل تناقضا يدعو إلى التأمل والتدبر. موقع ريديت يفجر جدلا بين زواره الذين يصل عددهم إلى نصف مليون زائر شهريا. ما هي الدولة التي لن تزورها مرة أخرى؟ يسأل الموقع، يزيد التفاعل وتتوالى التعليقات. المفاجأة أن معظم الإجابات كانت مصر. عدم النظافة في بعض المواقع السياحية، التعامل غير الحسن من الباعة ومقدمي الخدمات السياحية، بعض من الأسباب التي دفع بها الزوار دعما لحججهم. ما زالت هناك فرصة، يقول بعض النشطاء وهم يناشدون الحكومة المصرية لمعالجة ما يعترض طريق السياحة من معوقات. ما بين تصنيف مجلة تايم وتفاعل زوار موقع ريديت ينتظر مواطن مصري أن يتعافى قطاع السياحة بعد تأثره بجائحة كورونا. بينضم إلينا من القاهرة عبر الهاتف ماجد عاطف الكاتب الصحفي. أهلا بك معايا يا ماجد، كل عام وأنت بخير. ونبدأ من أهم خبرين الحقيقة موجودين، يعني أول خبر اختيار القاهرة طبعا يعني كواجهة سياحية هامة لعام 2021، وأيضا ردود الأفعال اللي بالتأكيد أنت تابعتها على موقع ريدت، ردود الأفعال اللي للأسف كانت سلبية تجاه السياحة في مصر. خلينا نسألك في البداية، بما أنك كنت بتعمل في هذا المجال لعدة سنوات، العديد من السنوات، من خلال خبرتك إزاي شفت الانتقادات دي وإيه مدى صحتها فعلا على أرض الواقع؟ مساء الخير يا استاذ. مساء النور يا ناجي، اتفضل. كل سنه وحضرتك. كل سنه وانت بألف. خلينا بس الاول نتفق على حاجتين. قول. انا اسف بس كنت منهج مطرح هتحرك. السياحه في مصر بشكل عام فيها مميزات وفيها عيوب عظيمه. الاثنين، المميزات ممكن نتكلم فيها في الموقع، نتكلم في الاخبار، نتكلم في الخدمات، نتكلم في الاسعار، في حاجات نتكلم فيها، لكن تظل في مشكله حقيقيه فيها لها علاقه بالمتعاملين مع السياحه. يعني منطقه زي الهرم مثلا رغم كل التطوير اللي بيحصل فيها و و و يظل في الجماله، يظل في الباعه الجائلين، يظل في يظل في يظل في النوع ده من المشاكل، رغم انها تبدو مشاكل تافهه لكنها في الاخر خالص بتسمع بتبوظ الصوره الكليه للموضوع. هل الموضوع ده قابل للحل؟ هل في وسائل لحل الكلام ده؟ الحقيقه فيه ممكن وفي الحل، بس هيحتاج انضباط اكثر وهيحتاج متابعه اكثر وهيحتاج خطوات حاسمه لمواجهه الناس دي بدون الاطاحه بيهم. يعني في الاخر ما حدش عايز يقطع عيشه،
لكن انت محتاج تغير المنظومه بحيث الكلام ده يختفي. طب ما انا بخليني اسالك في الحته دي تحديدا يا ماجد، عشان احنا واكيد انت تابعت برضو ردود الافعال على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين اللي بيهاجم الدوله وبيقول ان هي المسؤوله وهي اللي المفروض المنوط بيها ان هي تغير المنظومه اللي احنا بنحكي عليها دي، وان هي المفروض ان يعني ان تضع خطه لازاي نتحسن الاوضاع دي زي ما بتضع خطه اخرى وكلنا يعني معجبين بيها، زي مثلا المتحف الجديد والى اخره من الاماكن الجديده اللي بيتم افتتاحها والاعتناء بيها. والبعض الاخر بيقول لا هي مش مشكله الدولة، الدولة عملت اللي عليها وبتعمل اللي عليها كل يوم، دي مشكلة الناس اللي بيشتغلوا في السياحة أو المجتمع ككل. هو السياحة هتروح تعلم الناس إزاي اللي أنت بتحكي عنهم مثلا على طريق الأهرامات إزاي يتعاملوا مع السائح، في رأيك فعلا هي مشكلة مين ومين المنوط بيحلها لما أنت بتقول أو ممكن حلها؟ أولا السائح حضرتك ما بينزلش الشرابية مثلا، السائح ما بيروحش الصلبية. طبعا أنا مش بقول إن أهل الشرابية والصلبية مش هم يبقوا في منطقه بعيده عن التحرش و و يعني خلينا بس نركن ده، لكن في الاخر السائح ما بينزلش لسه في الشوارع الشرابيه ولا الصلبيه ولا امبابه. السائح بيروح اماكن معروفه ومحدده ومفهومه للجميع. دي اول نقطه. اثنين، الشكاوى معروف هي فين؟ يعني معروف المشكله موجوده فين؟ 99% من الشكاوى بتيجي من منطقه الاهرام، الجماله، العالي باع جايبين و و و، دي منطقه معروف فيها جدا. فالحقيقه انك انت تقول لي ان شرطه السياحه مش عارفه تسيطر على المنطقه دي ومش عارفه تمنع العيال دي من قله الادب اللي بتحصل، هقول لحضرتك لا، يبقى عندك مشكله في الحته دي. انت ممكن تظبط الحته دي لما تقول لي مثلا 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 المراكبيه والخلايك بيغتتوا على السياح وبيتكلموا عليهم، انا مش عارف اظبطها، هقول لك لا انت ممكن تظبطها. فلو احنا بنتكلم على نقطه المناطق السياحيه او الاماكن السياحيه والسخافات اللي بتحصل من الباعه الجائلين اللي فيها وبتحصل من العيال الصبيحه اللي موجوده، لا دي مشكله الدوله تحلها بسهوله، ممكن تتحل يعني، ما ده بيحصلش. لكن لو بتكلميني بالشكل العام، اصل الشوارع فيها تحرش، اصل الشوارع فيها مش عارف ايه، اصل العيال بتوع المدارس بيغلسوا عليهم، دي مشكله. لا الدوله مش هتعرف تعمل لك حاجه، ده موضوع ده سؤال اكبر من كده. يعني القائمين على الامن السياحي او مسؤولين شرطه السياحه مش عارف يحلوها. لكن لو بتكلميني في النقاط المحدده دي، انا ممكن اقول لك المناطق دي اللي بيحصل فيها كذا كذا كذا، وانا قاعد اقول لك حلها كذا كذا كذا، ممكن تحلها يعني لو انت عايز ممكن تحلها. طب ماجد، يعني زي ما انا ما بقول وتاكيد انت عارف في حوالي 2 مليون مواطن بيشتغلوا في قطاع السياحه، مصر كانت اعلنت ان هي حققت عام 2020 4 مليار دولار فقط عوائد سياحه، وهي كانت متوقعه 16 مليار دولار. يعني لو في روشته ممكن نقولها للدوله لاستعاده السياحه مره اخرى خاصه بعد كورونا، زي ما احنا بنقول 2 مليون مواطن معتمدين عليها غير اعتمدنا عليها كدخل قومي، ايه الروشته دي ممكن تكون يا ماجد لو سمحت؟ هو اولا باختصار شديد حضرتك، احنا في مصر ما زلنا واقفين في السياحه التقليديه، بنفكر في 2020 زي ما كنا بنفكر في 1982، اللي هو الخواجه يطلع يصور، يروح الهرم يتصور ويروح الاقصر ويروح ابو الهول، دي اماكن عظيمه جدا. لكن السياحه تطورت عن كده بكتير، السياحه بقى موضوع اعقد من كده. يعني الخواجه دلوقتي في العالم كله بيدوروا، مثلا انا بفكر معاك بصوت عالي على حاجه زي اللوكال فود. احنا ما عندناش لوكال فود، مع الاكل المحلي ده مش مسوقينه. حضرتك لو انت قاعده في دلوقتي في مكانك رايحه اسبانيا، عارفه هتجيبي ايه السوفينير اللي في اسبانيا؟ ايه الحاجات اللي ممكن تشيل اسبانيا؟ في مصر لسه واقفين عند الخرطوشه، تشتري الخرطوشه الذهب وتشتري وقت البردي. ده كلام غريب، بس اللي هيشتري خرطوشه مره روح خلصنا. لكن في حاجات مكمله جدا في صناعات ممكن تحصل، زي صناعه الكتان، زي صناعه الفخار، عارفه حاجه الطاجن اللي انت بتطبخي فيه جدتك بتطبخ فيه ده؟ نعم. ده ممكن تقام عليه صناعه رهيبه جدا، ممكن تبقى مصر براند فيه. احنا ما حد اللحظه دي صناعه السياحه في مصر ما عملتش براندات وما عملتش سوفينيرز ممكن تخش في البيوت، لا اهتميتي باللوكال اندستري ولا اهتميتي باللوكال فود ولا الكلام ده. السياحه في 2020 في مصر هي نفس السياحه في 2000 في 1915، نفس السياحه هي هي. فالحقيقه فانت تحول الموضوع كله ان اللي جاي عشان يروح الهرم، طب ما هو شاف الهرم. لكن في حاجات تانية جدا ما بتحصلش كده، في رحلات السفاري انت مش مهتمه بيها. نعم. في انواع سياحه كثيره جدا حضرتك، احنا لسه بنفكر بمنطق الزمن تجاوزه بكثير. فلو انت بتقولي لي عايز اعمل نهضه سياحيه، ما ينفعش تفكري بنفس المنطق ده. نعم. خالص. دبي مع شديد احترامي ووفر احترامي، دبي ما فيش حاجه، شويه محلات وشويه رمله. لكن هو قدم نوع ثاني مختلف من السياحه، انت ما مش قادر تشوف ابعد من اللي انت عندك بس. مش قادر تستوعب ان فكره السياحه دي اكبر من كده. ولسه متخانقين في نفس الموضوع، دي الازمه الحقيقيه في صناعه مصر.
مش أي نعم حاجة تانية. مفيش حاجة وصلت تانية بقى، وجهة كلها تفاصيل ممكن. وصلت وجهة نظرك يا ماجد، بشكرك. كنت معنا من القاهرة عبر الهاتف ماجد عاطف الكاتب الصحفي، نورتني يا ماجد.